وإلى مساحة جديدة أكيد بصباحنا غير مساحة مخصصة للطفل وحقوقه، فقد أقيمت العديد من الفعاليات والنشاطات المختلفة للتوعية بأبرز حقوق الطفل، ولعل أبرزها حق الطفل بالهوية والأسرة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستديو نسرين حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجناح الأزرق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدينا عبر الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا. بداية دائما نحن بنسعى أنه بضمن صباحنا بمساحتنا الصباحية أنه نسلط الضوء على العمل الإنساني، على العمل يلي بيعطي أكثر ما بياخذ، العمل اللي بيبعث الطمأنينة، وخاصة بما يعنى بحقوق الطفل. طبعا حضرتكم قمتوا بورشة عمل بمشاركة جهات معنية وجمعيات، خلينا نحكي عن أهم التوصيات اللي قمتوا فيها. بمناسبة يوم الطفل العالمي ب 20 تشرين ثاني، نفذت مؤسسة جناح أزرق بالتعاون مع جمعية دفا وجمعية الأنصار الخيرية بدار الرحمة للأيتام ورشة عمل جمعت العديد من جمعيات دمشق، حوالي 20 جمعية عاملة بمجال الطفل. كان الهدف أنه نحن نسلط الضوء على الأطفال الأكثر ضعفاً خلال الحرب بسوريا، عن الشرائح الأطفال الأكثر ضعفاً اللي هن الأطفال المتشردين بالشوارع، الأطفال المتسولين، الأطفال اللي محرومين من الهوية، مكتومين، مجهولين نسب، الأطفال الأيتام. هدول الشرائح هن اللي اليوم عرضه كانوا أكثر للضرر اليوم، يعني مثل ما بتشوفوا بالشوارع لما بنمشي، يعني أكثر مؤلم، أكثر منظر مؤلم بنشوفه اليوم، سواء كعاملين إنسانيين أو كأي إنسان عادي. اليوم منظر الطفل اللي بالشارع اللي نحن ما بنعرف إذا هو عنده أهل ولا هو ما في عنده أهل، عند منه هوية ما عنده هوية، في أسرة ما في، شو الظرف اللي خلاه يكون اليوم بالشارع بهذا الوضع؟ والحرب الحقيقة فاقمت هاي الأزمة. نحن بسوريا ما كانت هاي مشكلة أطفال الشوارع، ما كانت مشكلة ظاهرة لهي الدرجة. اليوم الحرب فاقمت هاي الأزمة بسبب أنه في كثير من الأطفال فقدوا أسرهم، في أطفال ولدوا لآباء مجهولين، يعني في كثير ملفات انطرحت بالورشة. بس أبرز القصص اللي ناقشتوها حق الطفل بالاسم والأسرة. نعم. كيف قدرتوا تعالجوا هذا الموضوع؟ مع كم طفل بلشتوا؟ شو النتائج اللي حصلتوا عليها؟ هلأ نعالج نحن حقيقة في، يعني في بعض القضايا بهذا الملف يعني شائكة أكثر من أنه اليوم نقدر بهالسرعة نحن نقدر نعالجها. موضوع حق الطفل بالهوية هو موضوع شوي متشعب، لأنه حسب الخلفية اللي هي، في أطفال اليوم هن مكتومين، هدول الأطفال بسبب الحرب ما كان في عندهم هوية لأنه الأهل تأخروا ليسجلوا، كانوا من المناطق الساخنة ما قدروا يوصلوا لدائرة النفوس يسجلوا أبنائهم، أسباب اقتصادية مثلا. يعني من حوالي شهرين أو ثلاثة أو أكثر يمكن السيد رئيس طلع مرسوم أعفى، أو الداخلية طلعت عفوا قانون أعفت هدول الأطفال من رسوم، أعفت أهليهم من رسوم التسجيل. هذا سهل على الناس اللي كان موضوع تسجيل أطفالها وتسجيل ولادة داتا عقبة بالنسبة لها بسبب الجانب المادي، بسبب الفقر. في جانب تاني هو شوي أصعب، موضوع الأطفال اللي ولدوا لآباء غير معروفين، يعني مجهولين النسب. نعم، مجهولين النسب. هدول الأطفال اليوم بالمناطق الساخنة في بعض النساء تم الاعتداء عليهم تحت مسمى الزواج، وهو مو زواج الحقيقة، يعني هو اعتداء صارخ على هدول النساء. تم يعني كان في ولادات من نتيجة هذا الاعتداء. اليوم هاي الولادات صارت أمر واقع وموجودة، وأعدادها للأسف كبيرة. هاي الولادات اليوم إذا نحن ما منلاقي حل، لأنه يكون هذا الطفل عنده هوية ومشمول بمركز رعاية، يعني مع مرور الزمن هذا الطفل عم يكبر، عم يتحول لشخص ممكن يكون مستقبله مجهول كمان. مجهول، وممكن يسيء للمجتمع، يسيء للناس. فهي الأزمة لازم يتم احتوائها. الحقيقة كان في محاولة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقة بطرح قانون لهدول الأطفال مجهولين النسب بمجلس الشعب، وما لاقت كتير يعني إقبال. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بنتمنى أنه بوقت لاحق نقدر نقدم شيء لهدول الأطفال، يعني هو بالنسبة لهم هذا حق، وبالنسبة للمجتمع كان هذا ضرورة، لأنه اليوم أنا هذا الطفل بحوله لمواطن صالح ولا بحوله لإنسان ممكن يكون ضار للمجتمع؟ يعني هذا خيارنا اليوم قبل ما يمر الزمن ويكبر. أكيد يمكن ظواهر عديدة عم يعاني منها الطفل اللي هو بيكون ضحية،
ضحيه، ضحيه مجتمع وضحيه اهل مثل ما ذكرتي استاذه نسرين. يعني دائما مثل ما حكيتي ما فينا نبلش من السلم بالعالي، نحن بنبدا أكيد. درجه درجه لنقدر نحن نستوعب كميه هدول الاطفال يلي تعرضوا للظلم نتيجه يمكن ظروف الحرب، ايضا نتيجه جهل معين. صحيح، نحن نقول في جهل شوي أكيد. للاهل دائما لازم يكون عندنا كوادر مؤهله لنشر الوعي تماما، يعني صحيح. حتى نحد حتى من الولادات، يمكن منلاحظ سمر عدد كبير من الأطفال عم يخلقوا لسه. أو يمكن ظروف الاقتصادية للأب والأم ما بيسمع، فنحن كمان فينا نعمل، ومع ذلك في عدد ولادات كبير وما في وعي لجانب تنظيم الأسرة. يعني أنه نحن لازم نقلل عدد الولادات إذا ما في مستوى اجتماعي أو مستوى اقتصادي يكفي اليوم هاي الأسرة حتى تكون راعيه لهالاطفال اللي عم تجيبهم. بس هدول الاسر اكثر اسر عم يجيبوا اطفال، يعني اللي ظرفهم صعب بتلاقيهم هلا هن عم يجيبوا اطفال كثير بعدد كثير كبير. ببعض يعني الارياف والمناطق النائيه في شويه قله وعي تجاه هذا الامر، وفي عادات وسلوكيات وتقاليد عم تفرض نفسها. هلا هذا عمل تراكمي، يعني اليوم بهذا المجال الشيء المتعلق بالوعي والشيء المتعلق باقناع المجتمع بقضايا اليوم توعويه هو عمل تراكمي. يعني نحن كعاملين انسانيين ما لنا متاملين انه نحن بعصا سحريه بنقدر نغير الواقع، صعب كثير. يعني حتى يعني ظرفنا صعب ونحن طالعين من حرب، بلد طالع من حرب، او اصلا في عادات موجوده اصلا قبل الحرب، واجت الحرب فاقمتها وزادتها، والارهاب اللي دخل على البلد جاب معه فكر، يعني فكر متطرف وفكر متخلف. فاليوم نحن بحاجة نشتغل سنوات طويلة لنرجع شوي نحس انه رجعنا مشينا بالطريق الصحيح مجتمعيا. اكيد اكيد، كثير من النشاطات عملتيها باكثر من محافظة سورية، خلينا نحكي عن ابرز النشاطات. وكمان في عندك 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، كمان خلينا نحكي عن هذا الشيء. هلا المؤسسة في عندها مشاريع بعدة محافظات، أبرز المشاريع في عندنا بدير الزور مركز إنساني للأم والطفل، للأم المعيلة والطفل، للأمهات اللي هن فقدوا أزواجهم بشكل أو بآخر بغض النظر عن سبب الفقد. المركز بيحتوي هدول الأمهات مع أطفالهم، بيقدم دعم نفسي، بيقدم عبر المركز والفرق الجوالي اللي بتنتشر بالريف الغربي والريف الشرقي من دير الزور، بيقدم خدمات دعم نفسي، في تدريب مهني للأمهات، في دعم نفسي للأطفال، في عندنا خدمات قانونية عن طريق الاستشارة القانونية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، تسجيل، يعني بنساعد النساء بتسجيل الولادات والأطفال اللي موجودين عندهم في حال كان الطفل مكتوم. أيضا في عندنا مركز موجود بالقنيطرة، المركز كمان بيقدم للأم واليافعة خدمات إلى علاقة أيضا التدريب المهني، وفي فرق جوالي بتنتشر بتقدم خدمات الرعايه الصحيه، فحص للنساء الحوامل، بيقدموا ادويه وفيتامينات للنساء الحوامل. هي ابرز طبعا هي المشاريع القائمه. انشطه بالعاده نحن بنعمل انشطه توعويه على مدار العام، حاليا هلا نحن بصدد تنفيذ حمله 16 يوم لمناهضه العنف على اساس النوع الاجتماعي. طبعا لما بنحكي نوع اجتماعي كمان بنرجع اذا نحن مختصين اطفال، في طفلات وفي يافعات بيتعرضوا للعنف على اساس النوع الاجتماعي ببعض المجتمعات، في أطفال أو في طفلات بينحرموا من التعليم، في طفلات بيتزوجوا وهن قاصرات رغما عنهم، في طفلات في عندهم حمل بسن مبكرة، هذا كله عنف على أساس النوع الاجتماعي. وهذا المفروض أنه نحن بلدنا كانت قاطعة شوط فيه قبل الحرب، للأسف مرة تانية بنرجع بنقول أنه هاي القصص رجعت لبلدنا بعد دخول الإرهاب للأسف. أكيد بجهود يمكن عالم عم تسعى لخطة عمل وأجندة عمل عم توضع عليها هيك مشاريع، أكيد نحن حنرجع نتقدم، حنرجع نحقق شيء بما يخص أي شيء بيخص الطفل وأيضا المرأة، لأنه المرأة والطفل هن مترابطين مع بعض. خلينا نحكي عن مبادرة الجناح الأزرق. في مبادرة الجناح الأزرق وين وصلت؟ هلأ الجناح الأزرق كان مبادرة، صار مؤسسة هلأ. تماما، بلش من مبادرة بال2015، أطلق مبادرة لجمع أحلام الأطفال السوريين.
ترخصت المؤسسة ب 2/11/2016. نحن بمناسبة كان في حملة بمناسبة ذكرى تأسيس المؤسسة، أطلقنا السنة حملة اسمها حملة 38 يوم لحماية الطفل، لمناصرة حقوق الطفل، بتبلش من ذكرى تأسيس المؤسسة لوصولا لعشرة 12 اللي هو بعد أيام اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمر فيها 20/20 تاني اللي هو اليوم العالمي للطفل. هاي الحملة نحن خصصناها 38 يوم للحديث عن حقوق الطفل، لتذكير الناس إنه في حقوق لهدول الأطفال، في واجبات علينا نحن ككبار وكأهل وكأسرة وكمجتمع وكدولة تجاه هدول الأطفال، خصوصا بهذا الزمن صعب، لأنه الأطفال هن شريحة هشة أكثر عرضة للضرر، وشفنا يعني نحن مو بالتنظير بالواقع على الأرض شفنا قديش هدول الأطفال. فنحن سنويا كرسنا هاي الحملة، هلأ بدأت هاي السنة ورح تنطلق كل سنة لمدة 38 يوم، كل يوم نحكي عن حق، كل يوم نسمع قصة، إذا بيحب أي طفل أو أم تبعت القصة عبر بريدنا وعبر صفحتنا، بتوصلنا دايما قصص. نحن بالنسبة لنا القصص اللي بتوصلنا والشي اللي بنشوفه على الأرض بيساعدنا دايما بأنه نحن نرجع نطور خططنا وبرامجنا بحيث أنها هي تكون واقعية تناسب أطفالنا اللي على الأرض. هل عم تلاقي الدعم المناسب من الجهات الحكومية كألكن كمركز ومؤسسة؟ الحقيقة من يعني خلينا نكون كتير دقيقين، مؤخرا من حوالي سنتين لليوم الجهات الحكومية عم تكون متعاونة جدا مع المجتمع الأهلي، وزارة الشؤون عم تكون داعمة ومتعاونة، وفي يعني في أسلوب عمل جديد مع المجتمع الأهلي، في سياسة جديدة لضم عمل المجتمع الأهلي، ويكون نكون كلياتنا يعني خلينا نقول شركاء بهي الرسالة، لأنه نحن بالأخير في عنا هدف واحد. بكثير من الفعاليات حتى بيوم الطفل العالمي إذا شفتوا صور الفعالية، سيدة الوزيرة كانت موجودة بالفعالية ومشكورة، يعني قعدت حوالي ساعتين عم تسمع الجمعيات وعم تناقش الهموم المتعلقة بالأطفال، وكانت معنا بمنتهى الشفافية يعني بالقضايا اللي نحن طرحناها بقلب الورشة. حسينا فعلا من خلال مناقشتها معنا أنه الوزارة شريك حقيقي، وأنه عم تشاركنا الهم، ونحن سوا عم ندور شو بنقدر نعمل سوا لهدول الأطفال. فمنتأمل يضل الجانب الحكومي متعاون بهذا المجال. أكيد يمكن عملية التشبيك اللي عم تقوموا فيها هي عملية كتير مهمة، وخاصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية يلي تعنى بهيك قضايا. دائما نحن بنتوجه للشيء اللي يعنى بهيك قضايا، وخاصة إذا كانت مثلا سيدة الوزيرة عم تسمع، كانت الشيء اللي أنتم حاطينه بأجندة العمل يمكن عم توضعوا أولويات لأمور صحيح. معينة تاخذوها بعين الاعتبار، بعدين نحن بنرجع بنشوف الامور الباقيه. قديش مهم انه نحن نحط اولويات، نحن الشيء اللي بحاجه له بالقبل أكيد. بعدين نحن وننسق باولوياتنا، يعني نحن مثلا قبل ما نطرح، قبل ما نبلش ننفذ الورشه، نسقنا مع وزاره الشؤون، شفنا شو الاولويات الوطنيه اليوم على الصعيد الوطني اللي وزاره الشؤون بتشوفها كجهه حكوميه بمجال الاطفال، وكان في مجموعه من الاولويات نحن اخترنا منها الاولويات اللي نحن بنلتقي فيها مع وزارة الشؤون، نتقاطع فيها مع وزارة الشؤون. خلينا نحكي على أبرز الأولويات اللي حطينا أنتم. هي اللي نحن طرحناها بالورشة، موضوع أطفال الشوارع اللي هو موضوع صعب اليوم، ويعني صعب جدا عم يكون، وموضوع الأطفال المكتومين ومجهولي النسب. هلأ المكتومين أسهل، المكتومين اليوم في تحرك كان من الجانب الحكومي مثل ما حكينا لأسقاط الرسوم، ويعني أنه الناس بسرعة تتحرك باتجاه تسجيل أولادها، تسهيلات باتجاه تسجيل الولادات، بس موضوع ضل عنا القضايا المتعلقة بالأطفال مجهولي النسب، بأطفال الشوارع والتسول، لأنه أطفال الشوارع والتسول تحديدا هذا موضوع ملف شائك، لأنه أحيانا عم يكون في مافيات وراء تشغيل هدول الأطفال، أحيانا عم يكونوا الأهل، أحيانا عم يكون العوز الاقتصاد، أحيانا عم يكون حتى التاجر أو صاحب المنشأة بيلاقي الطفل العامل هو أرخص من الكبير، يعني بيشتغل بأجر أرخص وأجر فعدة جوانب لازم نتدخل. عدة جوانب، شفتوا أطفال بالشوارع بمنطقة معينة وصلتكم أنه هدول متواجدين وكان عددهم كبير، شو ممكن أنتوا تعملوا؟ أول خطوة ممكن تعملوها كيف أي حدا بيقدر أنتوا يتواصل معكم لتقدروا تحلوا هيك موضوع؟ مثلا هذا موضوع كتير خطير أكيد. أطفال الشوارع مستقبلهم كتير حيكون مثل ما قلنا مستقبلهم مجهول، مستقبلهم صعب، بدل ما يكونوا
انه يقدروا يبنوا البلد. هذا الشيء يعني هي ظاهره ما لها صحيه ابدا لسوريا. كيف انتم ممكن تتعاملوا مع هيك قصه؟ هلا الاليه اللي متبعه في دائره، هي دائره التسول بوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، بيتم التواصل معها، واللي يعني الآنسة اللي موجودة على رأس الدائرة نشيطة جدا. الآنسة فداء الداقوري أكيد عم تسمعني، وكانت معنا بالورشة وهي رئيسة جمعية دفا. هي جدا نشيطة بهذا المجال، ويعني دائما هي متواجدة عن ندها. أكيدنا نوجه لها تحية، أكيدنا نوجه لها تحية لفداء، تعبت كثير بهذا الملف، وحتى جمعيتها مختصة بهذا الموضوع. بس بيضل عنا عم يكون عنا دائما بالملفات المتعلقة بالأطفال في فجوة بالجانب القانوني، وفي فجوة بالجانب اللي له علاقة بمحاسبة الشخص اللي هو عم يودي هذا الطفل لتسول، سواء أهله أو غير أهله. اليوم أنا لازم يكون في قانون بيسمح لي إذا الأهل هن عم يودوا هذا الولد للشارع أو للتسول، يتحاسبوا الأهل ويتاخذ الطفل من أهله وينحط بمركز بعيدا عن أهله إذا الأهل غير مؤهلين يربوا هذا الطفل. أكيد بنتمنى نوصل لهي المرحلة نحن نقدر نساعد فيها. إن شاء الله يا رب نقدر نوصل لهي المرحلة اللي نحن بنتمناها أيضا، لأنه نحن يعني كل فرد فينا يعنى بهذا الموضوع. التغيير بيبلش بشغلة صغيرة وبيكبر. إن شاء الله الأحصائيات اللي بتقوموا فيها سنة عن سنة بنشوفها أقل لأطفال معنفين، لأطفال ضحية مجتمع وضحية حرب. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا أستاذة نسرين، بدنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح. إن شاء الله يا رب نقدر نوصل ونحقق الغاية، لأنه نحن بهمنا بلدنا تعمر وتكبر بولادها وبأطفالها. أكيد شكرا لك. أكيد شكرا كثير. بنتشكرك كثير لوجودك معنا. دائما أنا عجبتني جملة منك قلتيها إنه أطفال سوريا كان سنديان الجبال السورية، إنه هن الأقوياء وأنت عم تاخذي القوة منهم أكيد، ونحن كلياتنا عم ناخذ القوة منهم. نحن كلياتنا عم ناخذ القوة من هي الأرض اللي واقفين عليها، اللي صمدت كل هالسنين ونحن صامدين فيها. فيعني مجرد وجودنا على تراب هاي البلد بيعطينا قوة. أكيد يعطيك ألف عافية، بنتمنى لك التوفيق. أكيد شكرا.